في البداية عايز أقول لك حاجة، اختيار قائمة المنتخب هو حق أصيل لكارلوس كروش بما إنه مدرب منتخب مصر، هو اللي هيشيل ليلته في الآخر، بس كل الناس اللي بتتكلم على محمد شريف وإن محمد شريف لازم ينضم لمنتخب مصر، راجل هداف الدوري وراجل هداف الأهلي والراجل بيقدم مستويات مع الأهلي مميزة، وبالأمانة محمد شريف بيتطور جدا، محمد شريف بيتطور كمهاجم، بس كل التطور ده في مدربين تانية شايفة إن الكلام ده ما ينفعنيش. ومن المدربين دي كارلوس كروش. كارلوس كروش اللي لسه عنده وجهة نظر حوالين المهاجم الصندوق، المهاجم التسعة، اللعيب الطويل، الجتة، قوي في الالتحامات، بيرجع يعمل ادوار دفاعية. هو ده المهاجم اللي بيحبه كارلوس كروش، علشان كده محمد شريف مش جاي سكة معاه. يمين شمال محمد شريف مش راكب مع الراجل، محمد شريف بيسجل بدماغه، بيسجل برجليه، بيطبق. جسمه قليل، مش هيعرف يلتحم مع كاليدو كولوبالي، مش هيعرف يلتحم مع المدافعين، علشان كده الراجل وجهة نظره على محمد شريف ثابته، ما بتتغيرش مهما كان مستوى محمد شريف جوه الملعب عامل ازاي. ودي مشكله؟ اه طبعا مشكله، انك تفضل مقتنع بقناعات لسه قديمه شويه وقناعات ما اثمرتش كتير مع مروان حمدي ومصطفى محمد، بس في الاول وفي الاخر دي قناعاتك انت كمدير فني، دي في الاول وفي الاخر دي قناعاتك انت كمدرب، وانت في الاخر اللي هتشيل الليله. لو كسبت الناس كلها هتقول لك الله على العظمه والله على العبقريه، لو خسرت الناس كلها هتنتقدك. الناس بتقول لك ان المنتخب المصري كان بيعاني من عقم هجومي وكان سببه الاسترايكر. يا باشا طب بالنسبه للاثنين اجنحه الدنيا كانت عامله ازاي؟ بالنسبه لمرموش اللي ما سجلش ولا هدف في البطوله، وبالنسبه لابو صلاح الدنيا كانت عامله ازاي؟ معلش، ما انت لو حبيت تلبس كل حاجه لمصطفى محمد ومروان حمدي فانت راجل ظالم. لو حبيت ان انت تدفس محمد شريف معاهم بالعافيه زي ما قلت لك الراجل مش مقتنع بيه. طب ما هو واخد قفشه المره دي. لا، ما هو الراجل عارف اللي فيها، يا شريف يا قفشه. في بطوله افريقيا خد مع شريف وما خدش قفشه، المره دي بقى عكس، خد قفشه وما خدش شريف. مكان عبد الله السعيد على الدكه هيبقى فاضل ان عبد الله اعتزل، فمعلش يا قفشه تعالى من المكان. ولو قفشه ما لعبش الماتشين ما حدش هيعترض، لان قفشه مستواه ما بيخليش الناس تتكلم بعشم زي زمان. عمر جابر رجع للمنتخب، عمر جابر ده صاحب محمد صلاح. طب وانت عندك باكات يمين في مصر مين اساسا؟ ده هو واخد امام عاشور وعمر جابر وعمر كمال عبد الواحد، وحاطط امام عاشور في خانه ان هو بيلعب باك يمين، لان عمر كمال عبد الواحد هو لعبها معاه وبعد كده خلاص خلاها رسمي ان عمر كمال عبد الواحد لعيب باك يمين، والراجل بيأدي بمستويات مميزه. هتقولي محمد هاني؟ اقول لك يلا نجم مننا، عشان معلش الكلام على محمد هاني بيتعبني انا شخصيا في الاهلي. فتقولي محمد هاني انضم لمنتخب مصر ويلعب على ساديو، مش ناقص اي حاجه. هي عندك مشاكل مع كارلوس كروش خليها لحد ما نخلص الماتشين بتاع السنغال، لو النتيجه ساعدتك تتكلم على كارلوس كروش بطريقه سلبيه اطلع يا عم قطع فيه، لان الناس هتبقى مستنيه الكلام ده قوي. لو عايز تطبل محمد شريف وتقول ان هو ما خدش محمد شريف وظلم محمد شريف وشريف كان يستحق، اقول لك برضه وجهه نظره الفنيه هو هيتحاسب عليها في النهايه. وقلت لك موضوع البنيه الجسديه بالنسبه للمهاجم والمدرب حابب بنيه المهاجم تكون عامله ازاي. لو انت برضه لسه مقتنع ان محمد شريف مظلوم فده رايك ويحترم، بس مش معنى كده انك تقعد تشجع السنغال وتستنى ان منتخب مصر يخسر عشان خاطر تثبت ان انت صح. لو النبي الموضوع ده متعب جدا نفسيا بالنسبه لي. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا بدعوات المصريين وبتكتيك كارلوس كروش وبحماس اللعيبه نقدر نعملها ونكسب السنغال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو لسه شايف ان محمد شريف واحمد عبد القادر مظلومين فانا شايف عن نفسي ان عبد القادر كان يستحق، بس وجهه نظر الراجل بنقول حاجه غير كده يبقى نساند وجهه نظر الراجل، لان هو في الاول وفي الاخر هو اللي هيلبس.